طبول الكشافة تقرع في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، إذانا ببدء أولى فقرات حفل إنجاز بناء وتشطيب مركز حاسي مسعود الطبي، والذي دشن بتبرع كامل من الشعب الجزائري. اليوم بتبرع كريم من أبناء الشعب الجزائري ننجز هذا الوقف الكبير الذي يخدم أبناء هذه المنطقة التي يزيد عدد سكانها ما يزيد عن 50,000 نسمة من أبناء هذا القطاع المحاصر. اليوم جمعية البركة الجزائرية تفتتح مركز حاسي مسعود الطبي، وهذا المشروع أتى استجابة لنداء من أبناء ومن وزارة الصحة في حاجتها الماسة إلى مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي تخدم فلسطين وقطاع غزة. قص شريط افتتاح المركز جاء بحضور شخصيات اعتبارية ووطنية من المجتمع الفلسطيني متجولين في أنحائه ومطلعين على خدماته. نحن اليوم نحتفل بافتتاح مركز حاسي الطبي، وهذا المركز سيعود بالنفع على كثير من المواطنين وسيخدم كافة أنحاء هذه المنطقة، لذلك نحن في بلدية خان يونس سعداء بهذا الافتتاح. أهالي الحي شكروا شعب الجزائر على تدشين هذا المركز بعد أن كانوا بحاجة ماسة له ولخدمات طبية متنوعة، ونشكرهم على هذا العمل الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسنات كل من كان سبب في بناء هذا المركز. صرح آخر للجزائر في فلسطين يضاف إلى العشرات من المقرات والمباني، والتي جميعها تبقى شاهدة على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين. شعب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين.